أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الروائي والناقد العراقي إبراهيم رسول. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. وكما عودناكم أن تكون لنا وقفة مع أعذب الكلام، وقفة مع الشعر. قصيدة عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام لأرض تصطفيك إماما، وبيت به صمتي يفيض سلاما، ننافح فيها بالكلام بلاغة، فنقصر فيها بالكلام كلاما، يفيض بنا اللفظ الجميل فصاحة، فنختزل اللفظ الجميل علاما، ونركب بحرا للمعاني ودرها، فتأتي المعاني الرائعات زماما، ونرشف من نبع الأصالة رشفة، لعل بها بعض الطموح ختاما، وقفت وقلبي في مخالب طائر، إذا ذكروا ضج الوتين وهاما. سلام لروح تسكن القلب روضة، ومجد عظيم يجتبيك إماما، وعين بكت في الشامخات مواجدا، تؤجج دمع العاذلات ضراما، تعيد لنا الماضي المجيد منارة، فترفعنا رغم القصور وساما، فيأخذنا التاريخ سيرة عاشق، فنحمله تاجا يعيد عظاما، يعيد لنا صبر الرجال مناقبا، وروحا إلى الماضي تعود حساما. وقفت هنا والروح لهفى لسيدي، فصافحت دنيا للعلا تتسامى، وملت إلى باب الحبيب مسلما، فرد أبو الزهراء قال سلاما، فأمسكت شباك النبوة راجفا، فقال رويدا لا تخف وعلاما، فقلت له والقلب فر بخفقه كطير يرى حرية ووئاما،
مقامك يا خير الأنام وهيبة، وقلب محب في هواك تسامى، وبي عصف الحب المؤثل طافحا، ونادى هنا خير الأنام أقاما. فقلت حبيب جاء يحمل جرحه، ويذرف دمعا للحبيب جماما، وأطرقت في نفسي أسير هنيهة تسائل في المجد العظيم هماما. فقلت له والدمع أحرق مدمعي، وألف سؤال يستحيل كلاما. هنا صنع التاريخ يوما محمد، هنا وقف التاريخ ثم تسامى. فما أعظم التاريخ حين أتيته، وأعظم به للسامقات مراما. أتيت وقد عم البلاء بأمة، فكنت لها الغصن النظير قواما، وطفت بها غيثا عميما ورحمة، ومن خلف مسراك العبير تناما. بكم وقف التاريخ يرنو لأمة، وأنت بها تسجي العطاء دواما. أشرت فقال الكون هذا محمد، فصلت عليك الكائنات قياما. الكتاب الجليس الجميل كان له مساحة جميلة في حلقتنا لهذا اليوم وفقرة هذا كتاب. أنا القاص والفوتوغرافي محمد علي الصمادي من الأردن، وهذا كتابي هو الذي يرى، الصادر عن دار الآن ناشرون وموزعون عمان بدعم من وزارة الثقافة الأردنية. والكتاب عبارة عن مقالات ونصوص وشهادات إبداعية عن تجربتي في كتابة القصة والتصوير الضوئي. تلك الشهادات قدمها مجموعة من الكتاب والشعراء والنقاد والروائيين العرب، سلطوا فيها الضوء على مجمل مسيرتي في الكتابة والتصوير وتوثيق المشهد الثقافي. أما قصة العنوان بفرادته الإشكالية هو الذي يرى، جاءت بإشارة من الدكتورة ريم الشريف من تونس، حيث كنت منهمكا في التقاط حوارات تدور بين المؤتمرين والمشاركين إذا أشارت إلى عدسة التي يوثق بها المشهد في معرض تعليقها على الحوار القصصي بين المراسل الحربي والجندي، حينما سأله كيف تدافع عن وطنك؟ أطلق عليه الرصاص، فكان هذا الكتاب الذي أعرضه عليكم. وعندما تصبح الكلمات غير واضحة سأركز على الصور، وعندما تصبح غير كافية سأكتفي بالصمت. الأماكن الضيقة تستفزني، أبحث عن الألوان الزاهية المبهجة، الصورة عندي طموح، ومن الأمانة حماية الإنسان من استخدام الصورة. وعلى مدار 20 عاما من عملي في ساحات العمل الثقافي، وثقت بعدستي مؤتمرات وأمسيات ثقافية وأدبية، وكونت أرشيفا أرخى لمسيرة الثقافة والإبداع في الأردن. الفرحة تسابق قلبي وهو يرقص طربا، وأنا أطالع مسيرتي بعيوني وقلوب أصدقائي الذين شاركوني بما كتبوا علي من صدق مشاعرهم ونبل مقاصدهم. أتمنى أن أوفيهم ولو جزءا من الشكر والعرفان لهم على أن التصوير قد أبعدني مسافات عن متابعة مشروعي القصصي لحين من الزمن، وبعد هذه المرحلة سأعيد التوازن من جديد ما بين الكتابة القصصية والتصوير. شكرا لكم. الحر مسرحية هادفة أعدها النشاط الرياضي والمدرسي في تربية واسط، تناولت حرية الإنسان وثورة تشرين. الحرية مطلب إنساني سعت لنيله جميع شعوب العالم منذ القدم،
ويسعى إليه العراقيون من خلال ثورة تشرين التي تطالب بالحرية ونبذ الطبقة السياسية الفاسدة. مسرحية الحر التي عرضت على مسرح المدرسي في محافظة واسط أكدت إمكانية تسخير المسرح كأداة من أدوات التعبير عن مطالب الثوار في إرسال رسائل إلى الإنسان الحر. هذه مسرحية الحر وصلت لنا رسالة أنه ثورة تشرين حرة ما تابع لأي جهة. مسرحية الحر وصلت لنا رسالة أن كونوا أحرارا، لا تتبعون أي جهة أي شخص ما يخدم الشعب. مسرحية روعة كلش وجميلة، مسرحية وسينتهي كل شيء، سحابة صيف لابد أن تنحشى، سحابة صيف لابد أن. تدور أحداث المسرحية بين الماضي والحاضر وتجسد دور الشباب في صناعة الحرية بساحات تظاهرات أو على خشبة المسرح. فقول الحق والثورة على الظلم تشمل جميع المجالات. لأن جيشا جرارا سيحضر في الشام يحمل العطايا. مسرحية الحر تأليف بابا عماد، إخراج أبو رامي الملك شاهي. هذا الفريق المسرحي فريق دريم إكس الذي نشأ من رحم ثورة تشرين. لولا ثورة تشرين لم نكن ولم نجتهد ولم نصل إلى هذا المستوى من تقديم. شكرا لثورة تشرين الداعمة الأولى لفريق دريم إكس. نقلنا احتجاجنا من الساحات وخلينا احتجاجنا على المسارح، وقدمنا رسالة من خلال المسرح. أرجع وأقول شكرا لتشرين العظيمة وشكرا لفريق دريم إكس. هذا شيء كبير والطفل الصغير سيترقبون كل شيء. تطلب عرض مسرحية الحر بهذا الشكل المتميز 3 شهور من الجهود المتواصلة من فريق العمل رغم قلة الدعم والإهمال. وبتضافر الجهود فازت مسرحية الحر بالجائزة الأولى في مهرجان بابل، كما حصلت على 4 جوائز أخرى لأفضل عمل متكامل وأفضل ممثلة ثانوية. فاليوم احنا بهذا المسرح حبينا انه نوصل رسالتنا للمجتمع اللي هو اصلا هو الجمهور، فالجمهور هو يمثل المجتمع. كان دوري بهاي المسرحية هو دور الام او ام الحر حصرا، فاني حبيت اجسد هذا الدور اللي يمثل هواي امهات جاي يعيشون من اللي انا عشته، شلون انه تعلم ابنها او تدليه على طريق الحق، لان هو كان متخربط بين طريق الحق وطريق الباطل. الحمد لله قدرنا نحصل على نتيجة وان شاء الله راح نأثر بالجمهور. ايضا حصلنا على 4 جوائز في مهرجان ينابيع الشهادة في بابل، افضل عمل متكامل، وانا حصلت على افضل ممثلة ثانوية. وان شاء الله يعني هذا مو اخر عمل، ان شاء الله عندنا اعمال هواية جاية، وان شاء الله نقدر نوصل رسالتنا للمجتمع، لان الفن هو رسالة، وان شاء الله نقدر. الفن هو بانواع رسالة، فان شاء الله نقدر نوصل هاي الرسالة للجمهور. ما اعتقد حكومة يعني وفرت لنا دعم، من مثلا دعم يعني ملموس، يعني مثلا مواصلات او دعم مادي او شيء، يعني كان كله على حسابنا. وايضا الدوله ما ملتفته على الفن بشكل يعني. وهكذا يحاول العراقيون طرق ابواب الحريه في شتى المجالات. فكان المسرح متنفسا للتعبير عن الرغبه في الحريه والخلاص من تسلط الانظمه الفاسده التي تمسك بزمام السلطة. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الروائي والناقد العراقي إبراهيم رسول، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. أهلا وسهلا بكم جميعا، ومحبتي واحترامي لكرم وبشاشة هذا الوجه الرائع. وحقيقة يقال أن الكتاب معروف
من غلافه، لكن تصفحنا الغلاف والمتن فوجدناك جميلا. بوركت بوركت بوركت، أنت الجميل وأنت الرائع. فرصة طيبة أن نلتقي بك في هذا الحوار إن شاء الله، إن شاء الله الممتع مسبقا. حياك الله أستاذ إبراهيم. الله يحييك ومحيي الأخين. بداية، حضرتك من مواليد مدينة النجف ودرست اللغة الإنجليزية في كلية الآداب في جامعة الكوفة. معروف عن النجف يعني مدينة ثرية بمحافل الأدب والشعر، وتزخر بالصالونات التي تعنى بهذا الغرض. يعني كيف أثر ذلك في بناء أساسك الإبداعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة النجف هي البذرة الأولى لتنشئتي التنشئة الأدبية، وكنت من عمر الثالث ابتدائي أو ما قبله كنت أحفظ المقطوعات الصغيرة في رثاء أهل البيت وأتلوها قبل أن يرتقي الشيخ المنبر. هذه المقطوعات الصغيرة أو الأبيات القليلة وفرت لي ذاكرة أدبية ولغوية، فكانت البذرة الأولى هكذا، ثم بدأت تنمو. فالنجف صاحبة الفضل الأكبر علي ما دمت حيا، وأنا مدين للنجف لغويا وأدبيا ومعرفيا، فهي أمدتني بأساس متين، وأمدتني وبالأخص أنني قد تتلمذت على مشايخ بالفقه والأصول واللغة لمدة 7 سنوات قبل أن ألتحق بركب الجامعة. فهذه العلوم اللغوية واللسانية أعطتني الأساس الذي لا يتزعزع، كان أساساً صلباً، حتى أني أتخطر في مرحلة 5 إعدادي كنا نتباحث في شرح المكاسب، وهذه المعروف في الأوساط الفقهية والدينية أنها في مراحل متقدمة، لكن كنا شباب وفي المراحل الأولى كنا نتسابق أينا يناقش أكثر ويجادل أكثر. فكانت البيئة النجفية هي بيئة أدبية خالصة. هذه البيئة وفرت أن يكون إبراهيم في المستقبل على ما يحب أن يكون. فالنجف صاحبة الفضل الأكبر والأول والأخير علي، فهي غذتني أدبيا ولغويا حتى نشأ عودي وصلب لغويا وأدبيا، حتى كنت أسمع الخطيب عندما يرتقي المنبر كنت أصحح أخطاءه التي يخطأ في دلالتها. أنا اطلعت على لسان العرب وأكاد أجزم أني هضمته كله، فكان الشيخ يقصد بالمفردة غير ما لها معنى حقيقي في لسان العرب لابن منظور. فكنت عندما ينزل الشيخ من على المنبر أقول له أن دلالة السيمانتكس لهذه الكلمة ليس ما قلته، قال اسكت وبعدين. فكنت أضحك. لا تفضحنا. فالنجف هي التي أمدتني بهذه اللغة. جميل. هذه فقط المحافل الأدبية والتي تسهر كما قلنا بالشعر والأدب والصالونات التي تعنى بهذا الشأن، أم أن المدرسة لها أيضا أكاس؟ كان معروف أنا في مرحلتنا كان مدرس اللغة العربية دائما، معلم اللغة العربية بارع في هذه الصنعة وفي هذه الحرفة، ودائما يشجع الطلبة على البحث والقراءة و اقتناء الكتب، ومررنا بهذه التجربة أنه دائما الطالب المتميز له حظوة عند المعلم، خاصة المعلم العربية، وفي الغالب يكون هو القدوة. هل المدرسة أيضا أثر في ذلك؟ بالضبط في مرحلة الثاني المتوسط في إعدادية النصر في النجف الأشرف، هو هذا الموقف الذي صنعني أديبا وأنتجني أديبا. الثاني متوسط سأل الأستاذ مدرس اللغة العربية صفاء شعبان رحمة الله عليه، توفي قبل سنة، قال من يعرف حل هذه المشكلة؟ المشكلة كانت نحوية وبلاغية. فكانت جواب كلمة لأن السبب معرف بأل، فلا أتخطر لا أذكر تلك المسألة، لكن الجواب قلت له لأنه معرف بأل. فقال للطالب الذي يجيب 5 درجات على الشهر الأول. امتحن الطلاب كلهم لم يجب أحد منهم، فقلت له أستاذ وخبصت الدنيا بيومها، قلت له أن السبب لأنه معرف بأل. قال صح.
فالخمس درجات للأستاذ اللغة العربية صفاء شعبان صنعت من فور ذلك اليوم أن يكون إبراهيم في المستقبل أديباً وأديباً ناقداً. جميل جميل جميل. حضرتك انتقلت إلى القاهرة وعملت في القاهرة ولك حضور لافت، يعني كنت أشهد هذا الحضور في المشهد الثقافي المصري. كيف انعكست تجربة القاهرة على إبداعك الأدبي؟ حقيقة القاهرة تمثل لي هي الأساس الذي يجب أن أنطلق منه إلى العالم. نعم. هكذا أرى أن القاهرة، لأن روايتي خفافيش كورونا التي صدرت بطبعتين، نعم، طبعة في بغداد وطبعة الثانية في دار الفؤاد المصرية، نعم، حققت المزيد من المعرفة أو الشهرة على صعيد عربي واسع، حتى أتخطر أنه في يومها، نعم، أخذ نسخة عميد كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور رفعت السيد، نعم، وشارك في مؤتمر دولي في باكستان في روايتي. من يومها اتصل بي على الواتساب رئيس قسم اللغة العربية في جامعة إسلام آباد في باكستان ليخبرني أن أرسل له روايتي PDF لتتحول إلى أطروحة ماجستير. جميل. وهذه من بركات أو من مميزات الندوة التي ألقيتها في القاهرة في ملتقى السرد العربي. جميل. أنا حسب ما عرفت، نعم، في ملتقى السرد العربي أقيمت ندوة لمناقشة هذه، نعم، هذه الرواية، طبعا بحضور نخبة من النقاد والمبدعين المصريين. يعني كيف كانت هذه الأجواء؟ كيف انعكست على العمل الروائي لإبراهيم؟ انعكس العمل أنني صرت أقرأ بعمق أكثر، نعم، صرت حقيقة أجلت كتابة رواية حديثة لوقت قد يكون طويل، لأن كلما يكون النص عميقا وكلما ينفتح على أبواب تأويلية كثيرة كلما يكون النص حمال أوجه. فكانت النية أن أكتب رواية فور رجوعي من القاهرة، لكني أجلت العمل لفترة ربما لا أعرف الوقت بالضبط، لأن الانعكاس أن تتحول رواية لأطروحة ماجستير هذا شيء يدعو للفخر وللاعتزاز، حتى أني فوجئت بعد أن رجعت إلى بغداد تتصل بي دكتورة من جامعة المستنصرية لتخبرني أن تتحول أربع روايات إلى أطروحة دكتورة. فهذا الشيء جعلني مسرورا وجعلني أعيد قراءاتي بصورة أكثر، يعني أكون أكثر عمقا وأكثر مقبولية فيما أكتب، فصار النص الذي أكتبه يكاد أن تخرج روحي عندما يخرج النص. نعم. فالانعكاس كان انعكاسا إيجابيا، وبذات الوقت أو في الوقت ذاته أنه جعلني أتأنى. نعم. أنت لم تكتب القصة القصيرة، يعني غالبا ما يعني كتاب الرواية، نعم، يبدأون بالقصة ثم ينتقلون فيما بعد إلى كتابة الرواية. أنت لم تجرب القصة القصيرة؟ كتبت القصة القصيرة ونشرتها بصحف عربية وعراقية ورقية، نعم، لكني لم أصدر مجموعة قصصية. بل تعرف أن الأديب يجد نفسه في قسم، نعم، ويجب أن يبدع في هذا، عليه أن لا يكون متطفلا عليها جميعا وفاشلا بها جميعا. جميل. معذرة سنكون بعد الفاصل. معذرة. تمام. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الروائي والناقد العراقي إبراهيم رسول. أعود إليك أستاذ إبراهيم، كنا نتحدث عن سألتك عن كتابة القصة وقلت أنت لك تجارب في هذا الأمر. أنت أصدرت عدة مؤلفات، منها رواية الرجوع الصادم، يقول بعض النقاد إنها ترسم ملامح وضع المرأة العربية وتشتتها بين عادات بيئتها والحياة المعاصرة. إلى أي مدى اقترب النقاد من روح هذه الرواية في هذه الرؤية؟ تمام. حقيقة هذه الرواية هي رواية تسمى كريتيسيزم، رواية ناقدة لما تتعرض له المرأة في المجتمع العراقي.
المرأة حاولت أن أجعل ثيمة العمل أن تكون المرأة تتقلب في أدوار شتى. نعم. فكانت المرأة الأم والمرأة الزوجة والمرأة الشابة في الرواية. النقاد حقيقة كتب عنها العشرات من النقاد من العراق ومن الدول العربية. الرواية هي ناقدة لما لذكورية المجتمع المهيمنة على المرأة. فكانت البطلة سحر وهي تعكس صورة حية لما تعاني منه المرأة في داخل المجتمع العراقي. نعم. المجتمع الذي لا يقبل أن يتساوى الاثنان، فدائما النظرة يجب أن تكون أن الرجل هو الأول، أن الرجل هو الأفضل، أن أنا كنت أنظر أن المرأة إنسان كما الرجل إنسان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكانت المرآة التي انطلقت بها هي أنهما متساويان ولا فضل لأحد عليهما، يعني ليس فضلك أنت رجل وهي أنثى. الانعكاس أنهم الناقد مهما كان متمرسا أو حاذقا فهو لا يعلم ما يجول بخاطر المنتج أو الأديب المبدع لحظة الكتابة أو لحظة ما يقصد. فالنقاد سلطوا الضوء على القشور الخارجية لهذا العمل، لكنهم لم يكتبوا أن المرأة كانت حاملة رسالة ناقدة لمجتمعها ولما تتعرض له. فكان النقاد ينظرون بحسب رؤيتهم وبحسب اطلاعهم أن المرأة تتعرض وأن المرأة يجب، لكن المرأة كانت تطالب بالحرية، تطالب بمساواتها، تطالب بأن يكون لها رأياً، تطالب هذا على صعيد الحياة المدنية. نعم. أما الواقع الذي تعيشه فهو أسوأ. نعم. فكانت المرأة سحر وهي البطلة المركزية أو الأهم ثيمة هي أنها كانت ناقدة وصارخة في وجه المجتمع. جميل. النقاد طبعا يعني أخذوا صورة بطلة الرواية. نعم. سحر على أنها صورة لي يعني المجتمع العربي للنساء. نعم. هناك بعض النقاد قالوا إنها يعني أحداث الرواية جسدت الصراعات السياسية والاقتصادية وتغور رأس المال في العالم العربي وتمرد الطبقات المسحوقة على كل شيء بحثا عن حياة كريمة. طبعا هذا يعني العراق يشكل جزءا كبيرا في هذا المشهد، مشهد تغور المال، مشهد الفساد، مشهد الصراعات السياسية. يعني هل ما يجري في العراق كان رافدا أساسيا لي أحداث هذه الرواية؟ الرواية هي الرجوع الصادم. نعم. أحداثها تبدأ بعد 2003. ودلالة العنوان سيمانتكس العنوان أن الرجوع كان صادما لأن البطل عندما رجع من بلد مجاور للعراق. نعم. اكتشف أن السلطة ما بعد 2003 لم تلبي طموحات العراقيين ولم تكن تعنى بهم، فكان الرجوع صادما. والبطل الذي رجع إلى العراق اكتشف أن السلطة تبحث عن السلطة لأجل السلطة. نعم. وليس لأجل مصلحة من نادوا باسمهم. حقيقة من عام 1980 حتى عام 2003 هي الحياة السياسية للرواية. نعم. أن البطل كان ينصدم وينذهل مما يرى من السلطة، ف الذي كان معدوما قبل 2003 بليلة وضحاها يصبح مسؤولا وزعيما لميليشيا مسلحة وتتحكم بقرار العراق السياسي. فكان البطل على علاقة قبل 2003 بأن هؤلاء كانوا متسولين، كانوا مهمشين أو طارئين على الحياة السياسية العراقية. فكان رجوعه صادما ومذهولا أن هؤلاء يحققون ويلبون طموحات العراق. فكان الرجوع صادما يمثل هو الرؤية السلبية التي اكتشفها البطل بهؤلاء القادمين. نعم. القادمين مع الاحتلال الذين كان العراق ينظرون إليهم على أنهم المخلصين، المحررين، المجاهدين، الثوريين. فكان الصدمة والذهول. نعم. على البطل حينما كان يعرفهم قبل وبعده. فكانت المخصصات حتى أن بعض المرجعيات الدينية وصديق للبطل كان على مستوى من العلم تافها ولم يكن له أدنى طموح في سلم المعرفة،
لكن أن يكتشف فجأة أن هذا يصبح آية من آيات الله بالفتية، فكان ينذهل، والتحولات التي يراها يعجب وينذهل لها، فكانت دلالة العنوان على هذا الرجوع الصادم الذي اكتشفه. نعم. بهؤلاء عنوان متوافق جدا مع طبيعة المشاهد والأحداث التي تناولتها الرواية كما حضرتك سلط الضوء عليها. هناك إصدار آخر وهو آخر الإصدارات لحد الآن، أحدث إصدارات، هو كتاب مقالات في تجارب من السرد العراقي، وهو حصيلة مقالات أنت كتبتها. نعم. في بهذا الشأن عن يعني السرد العراقي. نقد السرد العراقي. يعني أنت وقفت على هذه التجارب، تجارب عديدة من خلال هذه المقالات، فكيف تقيم وكيف ترى تجارب السرد العراقي مقارنة مع تجارب السرد العربي؟ حقيقة قد اطلعت على المئات من السردية العراقية والعربية. نعم. وأحصى أن الدكتور النجم عبد الله الروايات التي صدرت بعد 2003 إلى 2020 فكان العدد 1000 رواية. نعم. تعرف أستاذ محمد أن الكم لابد أن يولد الكيف أو النوعية. في هذه الكم يعني 1000 رواية أن ينتج العراق، 1000 رواية بسنوات محددة من 2003 إلى 2020، هذه المدة الزمنية 1000 هذا رقم مهول. لكني اكتشفت بعد اطلاعي على السردية العراقي أن هنالك أنواع ممتازة، فكنت أنتقي النوعي والجيد والممتاز، فلم أكتب إلا عن مواصفات أحددها. في بعض الأحيان لا أكتب عن الروائي الذي لديه أكثر من إصدار إلا عن كتاب واحد أو رواية واحدة، حتى أن الناقد ياسين المصير الذي قدم كتابي قال أن إبراهيم ينتقي النوعي والنموذجي، فكنت أنتقي العمل لا الأشخاص، لا أعتمد على الشخصية كان لديها 20 رواية أو 10 روايات أو رواية واحدة، كنت أنتقي الممتاز من هذه حتى أخرج وأظهر السردية العراقية النوعية والحقيقية. مجهود كبير تبذل أنت حتى تصل إلى وقسم أول هذا، فتمر بالغثو السمين. بالضبط. عانك الله. بدي أن أتحدث عن أنت الآن في اسطنبول، يعني قبل أيام كنت في اسطنبول وتجولت في أو زرت معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. يعني كيف رأيت هذه التجربة عندما يعني ترى الكتاب العربي يأخذ هذه المساحة في المشاهد الدولية؟ الحقيقة أني كنت في النجف وأرسل لي الناشر صورة لروايتي، أصابني الغبطة والسرور. أن تكون أنت في مدينة وكتابك يدول الأقطار والدول، فهذا لوحده مدعاة فخر. فكانت عشرات أو المئات من الكتب العراقية هي موجودة في معرض إسطنبول، وأرى عبر الصفحات الفيسبوك أن الكتاب ينشرون. وزرت المعرض، أن الكتاب العربي مقبول، ومقبولية الكتاب لأن العالم يمشي. نعم. ولا بد أن نلحق به. إذن هو مدعاة فخر، مدعاة فخر، جميل أنه وصل الإبداع العربي إلى ساحات دولية. نعم. شكرا لك الروائي والناقد العراقي إبراهيم رسول على هذا الحوار الممتع. الله يحفظك، وأنا أشكرك وجزيل الشكر، وإلى الكادر الحقيقة أن كنت مسرور يعني بهذا اللقاء الممتع والشفاف والذي كان دون تغيير. شكرا لك. الله يخليكم. شكرا جزيلا. فرح وسرور لنا. الله يحفظكم. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح المميز إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا لكم جميعا. أعزائي المشاهدين، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.